كابل الفي المدير اتفضل الفني لسيدات سله النادي الاهلي، ونقول له مبروك كابتن ايهاب الصعود لنهائي البطوله العربيه بعد الفوز على فريق الامل التونسي في مباراه صعبه جدا 108-99، مباراه جديده يا كابتن وصعبه، لكن مبروك لحضرتك ومبروك للفريق. الله يبارك فيك يا كابتن ايهاب، ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. كابتن، مباراة قوية جدا، مباراة النادي الأهلي التقدم الكبير اللي كان 22-19، بعدها كده لقينا الأمور بتمشي 54-53 لفريق الأمل التونسي، بعدها ثلاثيات بقى يعني رنا عبد الظاهر عدلت الموقف شوية، بعدها لقينا الأمور وصلت ل 75-73 للفريق التونسي، وكانت الأمور على وشك النهاية، وكانت الأمور صعبة جدا إلى أن النادي الأهلي في النهاية استطاع إنه يعني يحسم هذه المباراة 108-99 بوجود لاعب رقم واحد جمهوري النادي الأهلي الكبير اللي كان مؤازر النهاردة. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني مباراة كبيرة، سكور كبير جدا جدا بالنسبة للبنات عامة، يعني كباسكت بول سيدات، يعني ان يخلص اوفر تايم 108-99 ده سكور ولاد، يعني طبعا سكور بنات خالص. الحمد لله البنات كنا عايزين مركزين في الاول، خلاص فتره ولاني الحمد لله احنا كسبانين في الاوف تايم، كسبانين جينا في الكوارتر الثالث لعبناه وحش، والكوارتر الثالث اللي خسرناه وهم كسبونا فيه 8 بونت، فبقى الفرق دي بونت. بدينا الرابع احسن شويه، تعبتنا شويه، الاخطاء فاولاتنا كتير جدا، الحكام صفروا علينا كتير جدا، فكانت فاولاتنا كتيره اثرت علينا. انا بحيي بس البنات مجملا كابتن ايهاب، ان في الاخر خالص كان باقي 54 ثانيه واحنا متاخرين 5 بوينتس، البنات روحهم بقى واصرارهم، وفعلا دي روح النادي الاهلي، وده يعني حاجه في الجينات. في التايم اوت باقي 54 ثانيه على الورق الجيم رايح للامل التونسي، الحمد لله ضغطنا من اول الملعب، الاول جبنا طلبنا التايم اوت جبنا التري بوينت بتاعت سوريا، بقى الفرق باسكت، ضغطنا تاني نوره خدت الكره من الاوت سايد ما عداش ثانيه، عملنا الدرو الحمد لله. رحنا بعد كده هم جالوا بقى اخر تراي في ايدينا، سوريا دخلت ما توفقتش، جينا بقى للاكسترا تايم، هلا بتلعب وهي مصابه بحييها وطلعت 5 فاول، المحترفه عندها شد في الخلفيه، سوريا عندها شد في الخلفية، هل بتلعب غير مصابة، لكن إصرارهم وروح النادي الأهلي فعلا والله، وجمهور النادي الأهلي الكبير اللي من أول ثانية لآخر ثانية كان فعلا هو كلمة السر اللي ادى الحماس والروح للبنات، إن إحنا نقدر نلعب الخمس دقايق بقى بتركيز ونرجع ندافع الديفنس اللي عملناه في الكوارتر الأولاني والثاني تحديدا، الحمد لله نتوفق ونكسب ونوصل فاينل بالظروف اللي انا بحكي عليها دي. انا بحيي البنات جدا وبشكرهم والحمد لله. انا طبعا ما اكدبش عليك يا كابتن، وانا جاي في العربيه كنت بسمع اجزاء منه في الاذاعه، جاني قلق شويه، يعني جالي قلق شويه في يعني لما كانت لبنات 55-53 و54، وبعدين جالي قلق اكتر لما كانت لبنات 75-73 لصالح الامل وخلاص، والامور يعني والبنات لعبه مباراه مميزه جدا، يعني 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 عايز اقول كلمه، يعني بنات رجاله، يعني يعني هو فعلا يعني يعني فعلا بنات رجاله. انا سامع الحماس، ومهما اشكر حضرتك او جمهور النادي الاهلي، لان برضو يعني يعني المعلق كان في الاذاعه بيتكلم على حماس حضرتك وصوتك العالي في الملعب للاعبتك وجمهور النادي الاهلي الكبير جدا اللي بأزر الفرقه بشكل كبير، مباراه كبيره جدا جدا واجهاد كبير جدا للاعبين قبل النهائي ان شاء الله، لا هيكون فيه يعني الفائز من بطل لبنان وبطل الاردن. هو ده اللي قلقني بس كابتن، هو الاجهاد وكميه الاصابات والشد اللي موجوده، لكن برضو كالعاده الاهلي فمن حضر، والبنات دي بنات رجاله وان شاء الله كلهم هيلعبوا ان شاء الله، ولو قدر الله الدكتور هيقول هيشوف ثريا وهلا دلوقتي لو قرر ان هم ما يلعبوش بكره ان شاء الله برضو الاهلي بنحضر وجمهورنا ورانا، وان شاء الله هنفايت ونقاتل باذن الله ان البطوله ان شاء الله تبقى موجوده في مصر وموجوده في النادي الاهلي الاخر نفس ان شاء الله، ان البنات دي تعبت تستحق باشاده كل الناس اللي موجوده. كابتن هاني احنا بنلعب بمحترفه واحده، ما بقولش اعذار ولا حاجه، بنلعب بمحترفه واحده، ده منتخب تونس مش نادي الامل، هو في 6 بنات من منتخب تونس، طبعا معاهم 2 اجانب
على اعلى صناعه الالعاب في الفريق، صناعه الالعاب في المنتخب، الاثنين الاجانب عاليين، البنت الكينيه اللي في فريق الامل عاليه جدا وبتادي، وتعبتنا كتير النهارده جدا جدا، جابت 40 بونت النهارده، سكور عالي جدا. في المقابل سوريا ربنا يحميها النهارده جابت برده 40 بونت طبعا. ان شاء الله بكره النادي الاهلي يكون حاضر ان شاء الله في الاستناب، ودعوات الجمهور ان شاء الله بكره يكون البنات في حالتهم ان شاء الله يا كابتن بفضل الله ان شاء الله عشان نرجع. عشان كده سالت حضرتك المجهود اللي اتعمل النهارده، ويبقى على طول تاني يوم النهائي مجهود صعب جدا وكبير جدا، وطبعا زي ما انت بتقول سكور ولاد، يعني اذا كان ده سكور ولاد فده بقى سكور رجاله بنات الاهلي اللي ادوا بشكل رائع جدا. اشكرك كابتن ايهاب، وربنا معاكم، شدوا حيلكم طبعا في الساعات اللي جايه، وان شاء الله تكون نجمات النادي الأهلي.